صباح الخير. المواعيد مؤجلة لأيلول، والحوار الرئاسي والتمديد لقائد الجيش، وبالنصف الثاني من شهر آب يلي حرق كل الاستحقاقات بنار الانقسامات، وحدة المطالب الاجتماعية بقيت على نار حامية. قضية المياومين تصعدت، وقطع الطرقات أسلوب ضغط بيدفع ثمنه المواطن العالق بسيارته. أما أصحاب المواكب فبعضهم بيستفيدوا من زمن الخطوط العسكرية العالقة بأذهان الناس. بانتظار أيلول الحامل بطرفه بوادر حلحلة أو عرقلة جديدة، بيبقى البلد بغرفة العناية الفايقة. بغياب أي حلول أو خطط إنمائية اقتصادية، وحدة السياحة عم بتجرب تلملم بقايا السنوات الماضية. نشاط جديد بعيد لبنان على الخارطة السياحية، إطلاق قرية بدر حسون السياحية والبيئية لتكون أول قرية متخصصة ونموذجية للاستثمار بالاقتصاد الأخضر. تفاصيل عن حفل الإطلاق للبلدة يلي بتوقع براس مسقى بشمال لبنان منتبعها بهالتقرير للزميل خالد أبو شقرة. بالوقت اللي عم تتعرض فيه أكترية الحرف اللبنانية والصناعات التقليدية للاندثار، استطاع بدر حسون أنه ينقل حرفة تصنيع الصابون المتوارثة بعائلته من 500 سنة إلى مستوى جديد غير مسبوق، وذلك من خلال إنشاء قرية مكتملة العناصر متخصصة بالصناعة البيئية وبمنتجات الصابون والزيوت. هاوصف لك خلاصة عملي لحد الآن، أنه فرح. أنا كتير فرحان وكتير سعيد باللي إنجزته، بعتبر حالي أنه اللي تعبت فيه عم أشوفه بحياتي. الإنجاز الكبير وضع القرية على خريطة السياحة الدبلوماسية من قبل اتحاد السفراء الدوليين، ومنحها وسام التميز البيئي من الاتحاد العربي للشباب والبيئة، واعتمادها كأول قرية نموذجية متخصصة بالاستثمار بالاقتصاد الأخضر. نحن عم نوجه اليوم رسالة عطرة من قلب الشرق لبنان لكل العالم. نحن منفتخر أنه خلينا البرودكت تبعنا يكون سفير لثقافة ولصناعة لبنانية بهولندا وبأمريكا وبأستراليا. اليوم نحن عم نطلع إبداع لبناني، قرية بدر حسون اللي مننتج من المزرعة للمختبر للمطبخ، لأنه مش مصنع، للصالة. يعني الصابون والزيت اللي مننجو بهالقرية يؤكل من الجسد ومن الروح. مهرجان سياحي بكل معنى الكلمة استضافته قرية بدر حسون براس مسقى شمال لبنان، جمع عدد كبير من الشخصيات الرسمية والعلمية وفعاليات المدينة، بالإضافة إلى وفود عربية وممثلي سفارات ودول أجنبية. نحن فعلا عمال نحيي صناعة لبنانية تقليدية حرفية بالوقت اللي فعلا كل شيء في لبنان عم يلاقي صعوبات، سواء على مستوى الصناعة أو على مستوى المبادرات. عم نشوف كلنا سوا أنه كيف هالمنطقة هي تحولت لقرية بيئية، وتحولت صناعة الصابون أنه تكون ذهب وألماس، وأنه تباع بأغلى الأسعار وتكون مطلوبة بأي بلد بالعالم. هو عرس لمدينة طرابلس، عرس للشمال. أهميته أنه اليوم عم يتضوى على منطقة طرابلس سياحياً،
طبعا طرابلس مليئة بالمناطق السياحية، ولكن المطلوب الإضاءة عليها. هذه مادة تصلح أن تكون مثال لصناعات احترافية تقليدية لازم يتقنوها اللبنانيين ويتكلوا عليها في السياحة وتصديرها إلى الخارج. يعني هيدي نموذج حضاري يحتذى به بكل مناطق لبنان، أنه أي إنسان رجل أعمال يعمل شيء من هيدا بنشط المدينة وبيعيد عجلة الاقتصاد. رسائل إيجابية نشرتها القرية على أكثر من صعيد، فمن جهة أعادت الأمل بالصناعة اللبنانية، ومن جهة تانية أكدت على ريادة الشمال وإعادة اعتماده كوجهة سياحية وبيئية آمنة ومستقرة. هي بتجذب سياح كتير الحقيقة، لأنه أنا ما بعرف إذا بلبنان في شيء من هالنوع. نحن بعصر هلأ بظل التغير المناخي اللي عم بيحصل عالميا، لازم كلنا نشتغل تيكون عنا هالفكر الأخضر ونبني كرة خضرة وكرة بيئية. يعني نحن بنفتخر بهيك مشروع بلبنان، خاصة عندنا بمنطقة الشمال، وإن شاء الله بنتمنى له النجاح على طول. يعني قرية بدر حسونة، القرية البيئية، هي نموذج حقيقة يحتذى فيه في لبنان وكلنا في المنطقة العربية، ورفعة رأس للعرب ككل. يعني قرية هذه جميلة تدخل على نفس السرور، تقدم رسالة للعالم للحفاظ على البيئة. صنع في لبنان، هالعبارة اللي تحولت إلى سفيرة لبنان بدول العالم، ما كانت لتكون لولا جهود وتضحيات رجال آمنت بلبنان وما استسلمت رغم كل التحديات. يعني من بين تقارير القليلة يلي زميلنا خالد أبو شقرة بينقلنا من خلالها خبر إيجابي، لأنه هو مستلم الأخبار الاقتصادية والاقتصاد للأسف مش ماشي حاله بلبنان. وكمان الشيء الحلو انه طرابلس، يعني كمان طرابلس عادة منشوف فيها معارك وأحداث وحوادث، بقى كمان برافو لطرابلس، برافو لخالد أبو شقرة. نحن من طرابلس رح نرجع إلى بيروت، شوارع بيروت تحديدا، مع فقرة ثابتة نوعا ما شبه يومية بنتعرف من خلالها على شخص جديد وعلى كلمة جديدة مع زميلتنا غيدة فتحي. تري بيان دي تو بيان ويلكم مامازيل. لا اللي مروه مع هز عم هز مروه عظيم. هذا هذا عمره 40 سنه. هذا عمره 40 سنه المروه. اسمه شو اسمه ده سينا مكتوب اسمه. هيدي لما نطت صرت تطلع تقرب سنه اجيب عنا المروه له 40 سنه تقريبا. كنا نستعمل المراوح تبع اللادي، هي بيتنا بيتنا القديم مثل المروه. اي هيدي قديمه عمرها 40 سنه. عم ترج كنا نستعملها عم ترج، لانه نطت مرتين على الطاوله، مرتين على الطاوله نطت مرتين بالارض. لما وشان عم نستعملها مجا واحد بدي يبلش ينكبس فيه، قام صارت ترقص، صارت ترقص البارحه وقع، لما وقع انكسر الاكس تبعي، قام نزعها تعطينا مصاري، قام جاب لي مرعه $10 مضان الشهر كبيناه كبيناه هذيك راه ما بس مرتين لما نيه جيبنا نصلحها ما قدرت تصلح. قال هذيك بصلح لك، اخذ $5 هي فرق شويه وصلح هذه المرعه بعكس المدن، بيحفظ القديم والوحيد ولا يحفظ جديده. لا جديد ما له نافع، دائما القديم له ذكرى حلوه وبيعمل عمل منيح، دائما دائما نحفظ قديمه الوحيد، قديمه فيه خير، اليوم جديد كله ما حدا فيه خير، وحدا بينفع، وحدا بينصحك، كل خصمك، احفظ قديمك وخاف من جديدك، ايوه احفظ قديمك وذكرى قديمك الحلوه، احسن ما تحفظ الجديد اللي ما له كلامه مبنيح، دائما ايوه بيحفظ قديمه الوحيد ولا يحفظ جديده.